كل خطوة بيخطوها الإنسان حتى خطوة البداية هي خطوة باتجاه النهاية. أسعد عينه أنا ولك برد الطلق عني. وهذا بخلينا نحكي إنه الإنسان لحد كبير بيرسم نهايته. في ناس نهايتها مؤلمة وبشعة لأنه طريقهم كانت بشعة. وفي ناس نهايتها مؤلمة لأنهم قضوا حياتهم يحاربوا بالبشعة. المهم إنه الحياة قصيرة، تفائلنا، تشائمنا. واستعدوا إنهم يدفعوا ثمن غالي لهذه المقاومة. شو هذا يا علي بيك؟ بدي أحلى غدا للحكومة. حمشي لك إياها، مع إنه عيد ميلادك بعد شهر. خليك أحسن عشان يحرز لما تعسلوا عليه. زيارة رعاية وعلاج، بتعطيني إبرة أنا كمان. شو يعني نهار ولا ليل والسواد عام البشر؟ شو يعني نهار ولا ليل إذا الشر في يوم النهار؟